السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ان شاء الله تكونوا كل وحده في دارها هنيه متهنيه. اليوم راني جيتكم وجبت لكم معايا وصفه يعني نديروها من بكري كما راكم تشوفوا هنايا. راح ندير معاكم كسرات الشعير، نحي هذا برك، ندير معاكم كسرات الشعير. ها هي هنا عندي الشعير بالنخاله تاعو، ما نحيدلوش النخاله، النخاله مفيده للصحه تاعنا، ما تنحيوش النخاله كامل. انا السميد تاعي رقيق مليح يعني، وكاين اللي عنده سميد خشين شويه على هذا. ها هو فارينا، ها هو راح ندير زوج قرصات باذن الله هكذا. وعندي ملح هكذا، الملح عيني ميزاني هكذا. قسم غرفة تاع العشاء انا درت في زوج قرصات. وعندي هنا كاس تاع الزيت، كاس تاع الزيت. الشعير ما يحبش الزيت على خاطر الاصل تاعو ما عندوش الروح، كي نديرو الزيت بزاف يولي يتفتت لنا ويصعب علينا باش نعجنو ونلموه، لما لا ما تكتروش الزيت فالشعير. داكور خياتي، هنا نديرو جبونس با نديرو كامل هكذا. خلاص هاني خليت ربع، كتر من ربع شويه، المهم ما درتوش كامل على خاطر قلنا الكسره تاع الشعير ما تحبش الزيت، واللي يحب يستبد يعني يستبدل الزيت تاع المائده بالزيت تاع الزيتون يدير. انا نفضل الزيت المائده، ما نحبش زيت الزيتون في الكسره صراحه. هكذا بسم الله ندخل مليح الزيت هذاك في الكسره تاعنا، والله السميد تاعنا يعني الكسره هذه مليح في الدار لاولادنا، مليحه للصحه يعني، ما توجعكني لي ستوما، ما توجعك والو. انا درت هنا غير السميد تاع الشعير، ما خلطلو والو، وخليته بالنخاله، نعاودها خليته بالنخاله، النخاله مليحه. انا نغربلو نحي النخاله هذيك اللي ماهيش مليحه، نحيها نستغنى عليها، بصح النخاله تاعها المليحه ما نستغناش عليها. هنا هاهو راني دخلت مليح الزيت بسم الله، وراح نلايم بالماء. يعني صعيبه شويه باش تعجنيها، اللي ماهيش مورفه بها راح تجيها صعيبه. الشعير والقمح ماشي كيف كيف، تاع القمح شويه تجي سهله علينا، بصح تاع الشعير كما نقولوا حنايا القبائل اغرو من تمزين. نوك نقول لكم وين تحبسوا، كي يكون سميت شويه خشين راح يديكم شويه تاع الماء على خاطر لازم يشرب ولا راح يتفتت. انا هنا خلاص الماء، راح نستغنى على القصعة باش نعجنو مليح بسم الله. البوطا دخافي تاعي نظيف، انا موالفة نعجن هنا فوق البوطاجي باش يجيني ساهل، لازم نعجنوه شوية هكذا. ها هو راني عجنتو يا ربي زوج دقايق، لازم تعجنوه شوية ما تخليوهش يابس. ها هي نعطيكم برك، ها هي لازم تكون هكذا شويه رطبه شويه باش كي ديروها فوق الطاجين ما تتفتت لكمش. هي اي عجين تاع الكسره يحب العجين، عمركم ما ديروا له الماء وتلموه، الاول يجيكم يابس والثانيه ما راحش يساعدكم في الطياب، راح يتفتت لكم كامل.
ها هو هنا خلاص نحبس ما نزيدش نعجن. هنا درت زوج واللي جه صعيبه عفوا واللي جه صعيبه قادره ديرهم صغار حتى تتعلم من بعد دير كبار. ها شتوها شحال ما عجنتها يعني الصراحه عجنتها. ها هي انا راح نديرهم داخل الشكاره بلاستيكي باش يريح لي شويه برك الوقت اللي نحط فيه الطاجين تاعي سخن ونولي ليه باش ما يبش. عمرك ما تخلي الكسره تاعك الا هو على خاطر راح يبس لك هكض ومن بعد راح نولي ليه. وهنايا كيما راكم تشوفوا راني جبت هذه لكم اللي نديروا فيها نجيبوا اللوحه هذه كيما راكم تشوفوا. انا خليت شويه واللي متوفره في البيوت الجزائريه باش كي نحلوا يتحل وحده غير نخبطوها بشويه بيدينا ونرسموها في الحواف كيما راكم تشوفوا في الفيديو على خاطر سقميه من الجناب بدي افلكسره ما تعرفش باش ما صراحه راح يغبنوها على خاطر اصلا الكسره تاع الشيء تشقق بزاف. هاهو عجنتو مليح الصراحة كيما راكم تشوفو راني الكسرة قد ما تعجنيها مليح قد ما تجيك مليحة. هنا دوك نحلو بالحلال في الحواف خياتي والله بالعجان كل واحد كيفاه اسميه عندو ديروها بيديكم نقرصوها بيدينا باش تسقم منا وما يقعدوش التشققات هذه. روحي غير بشوية خاصة المبتدئات اللي مازال ما يعرفوش غير بشوية وهنا في الجناب كيما راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا كل ما تشقق لك سقميها بصبعينا ومليحة اللي عندو استوما بيديك مليحة مليح مليح ما تشققلكش نقصوا شويه من السميل على خاطر الكسره تاع الشعير شويه واعره بيدي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه الكسره كي ما تتعجنش مليح واللي ما تعرفش تسقم بهذه الطريقه تقرصها هكذا بيديها وتلم هذوك التشققات. داكور خياتي هاهي كلش راه دي فوا دي فوا دوريها باش تمشي لك باش تكون سهله عليك وسقميها كيما راه باين. ما ديروهاش رقيقه باش ما تيكملكمش باش ديروها المايا ومتحفه وتجي بالطبع. كل ما نشوفها تشقت نسقمها بسبعيتي داكور ونجيبوا الفرشيطه ونفقوها باش ما تتنفخلناش في الطاجين يعني موالفه الكسره تاعي موالفه كيما راكم تشوفوا كل شوي في الفيديو نهزوها الكسره اللي تجيني مشقه وكامل الصراحه ما كيما نقولوا حنايا العرب العيد غير بالملكش النار متوسطه ونحرك فيها باش ما تتحرقليش دي فوا دي فوا تشقق لي على خاطر الكريمه مهمس كيما نقولوا حنايا طبط لي الله الله بالشان بالطبع والشان كيما نقولوا رفقتها بكاس نفخلناش في الطاجين تاع والله العظيم غير بالريمو اللي عندي اللي عنده لي ستوما ما عليكم غير بالكسرات انك ديريها في الطاجين وما تثقبيهاش حمراء جبتها على نار متوسطه ماشي متوسطه يعني في الطاجين مليحه النار باش ما تتحرقش وما تطيبش على البرد نشوفوا فيها في يدي بهذا اللي ندورو. ها هي كيما راكم تشوفوا فيها ولا اروع خياتي. ها هي والله نموت عليها انا يا سورت في الصيف مع البن. وهنايا كيما راكم تشوفوا خياتي راهي واجده الله الله على خاطر هي والكسره البن. ها هي خياتي الكسره تاع الشعير الصراحه تجيبني كلش البن في الفيديو. المهم ما بقى غير نقول لكم في فيديو واحد واحد اخر نلقاو على خير.